قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إنها ستعرض تعديلات تشريعية في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم تتعلق بتطوير القطاع المالي. وأشارت نصر خلال كلمتها أمام قمة سوق المال إلى أن التعديلات تتعلق بقانون سوق المال والصكوك والتأجير التمويلي والتخصيم. وقالت وزيرة الاستثمار إن اللجنة ستدرس التعديلات تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب. لإصلاحات اقتصادية وبالفعل إجراءات عدة من ناحية القوانين وكل الإصلاحات اللي هي في القطاع المصرفي بالفعل تمت، وإحنا حريصين أن يكون في توسع وبدائل وأدوات عدة تمويلية للقطاع الخاص، لأن من أهم محاور هذا البرنامج هو مشاركة القطاع الخاص. مش هنقدر نعمل مشاركة للقطاع الخاص غير لما يكون عندنا جهاز مالي قادر انه يقوم بهذا الدور، لان ليه دور مهم جدا في النمو الاقتصادي.